واحنا نتكلم كابتن عن الاحلال والتجديد، زعلت من رحيل بعض اللاعبين لانديه اخرى من الاهلي لانديه اخرى بسبب المبالغ او العروض اللي قدمت لهم؟ انا ما زعلتش، انا زعلان عليهم، والمفروض هم اللي يزعلوا انهم سابوا النادي الاهلي. النادي الاهلي تعرض لخساره نتيجتها كبيره، رده فعل حتى من الجمهور الاهلي كانت كبيره، خسارته 5-0 من سان داونز. كيف قدرتوا ترجعون الفريق مره ثانيه؟ ده يمكن بالظبط اللي احنا كنا بنتكلم فيه في البدايه برضو، ان احنا شخصيه البطل، شخصيه ان اللعيبه دي ازاي يعني يتمتعوا بشخصيه البطل. ساعدنا في ده جدا جمهورنا، زي ما قلت جمهور النادي الاهلي عنده ثقه كبيره جدا في النادي الاهلي، وعنده ثقه كبيره جدا في مجموعه اللعيبه دي، عشان كده استقبال الجمهور ليهم بعد الخساره ده كان اكبر دافع. ساعتها انا قلت وانا في الاستاد لما شفت الناس بيحيوا اللعيبه بعد المباراه رغم انت خسران، بيحيوا اللعيبه بعد المباراه وابتدوا يقول لهم اللي فاضل في الموسم الدوري يا اهلي، والدوري كان بعيد كويس، والدوري اتحقق، واتحقق بالحقيقه يمكن الناس كلها تقول لك اصعب بطوله دوري في تاريخ النادي الاهلي، لان كان في ساعتها الحقيقه يعني زي ما قلت تجاوزات كتير، وكان في مهاترات كتير، وكان في يعني امور بتحاول دايما تعرقل للنادي الاهلي يعني. فانك تحصل على البطوله ده دعم جمهورنا وروح ولادنا اللعيبه. احنا كمان كمجلس اداره بنحاول نوفر كل الامكانيات ان انا اتواجد كتير، ده نوع من انواع ان انا يعني كنت لعيب كره كده على قدي وانا صغير يعني، فان انا حاسس بيهم كده وعلى قدك كابتن. كل حاجه على قدي يا دوبك المكتب على قده يعني. فانا يعني الحقيقه قربت قوي، لان انا فعلا كنت نفسي، وانا قلت لهم الكلام ده اكتر مره، انتوا افضل مجموعه موجوده، انتوا تستطيعوا انك تحققوا البطولات دي، ولو انا عارف ان انتوا ما تقدروش تحققوها مش هقول لكم الكلام ده، احنا مش هنكذب على بعض، انتوا تقدروا. فالاصرار ده كويس ثقة من الجمهور وثقه الجمهور خلت الاولاد يبتدوا ياخدوا الثقه اللي هم فيها يحققوا، عشان كده هم كانوا خايفين قوي ان البطوله تروح.